أهلا وسهلا، وبعد انقطاع طويل جيناكم بهذا الفلوق الرائع. فيه مغامرات وفيه رحلة وفيه طبخ وفيه زيارة معرض وفيه تجارب جديدة. أترككم مع المشاهدة المثيرة. لا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم والاشتراك، ونراكم في عمل قادم بإذن الله. ويا اهلا وسهلا، اخذناكم معنا في جولة رائعة عبر هذا المسار. طبعا المسار طويل جدا، يعني 10 كيلو حناخذ فيه جزء، والبقية نكمله وقت ثاني لانه الوقت ما يسعفنا. متعب تطلع بالسيكل. يا سلام، الحين نبغى ناخذ لنا كياك ولا ناخذ لنا؟ انا صراحه ما ابغى كياك، ابغى انا حتى والله ما ابغى، ابغى التجديف. انا ودي البوت. ايوه يلا، يؤيدني الراي، دائما يؤيدني الراي. مش احلى من طيب ليش احنا مشينا من هنا؟ ما يعارض. يلا تصور والله ان كاني اشوفك. وبعدين صور الآخرين. ما شاء الله تبارك الله، وفقنا في اختيار هذا المكان الجميل اللي هو كان مقر إقامتنا الرائعة من هذه الشرفة الممتعة اللي تشوفونها قدامك البحيرة. شيء يفتح النفس ويشرح الخاطر. الحين يجي وقت الغداء، نقوم نجهز هذاك الأكل اللي يفتح النفس، ومن يعني خيرات هذاك المكان الرائع طبق صحي جميل خفيف. طبعا لأنه الكمية كبيرة فما شاء الله يعني كفانا يومين. كان صراحة تجربة لذيذة وسهلة. شوفوا كيف، يا سلام، شيء من الآخر. حتى فيصل شوفوا كيف قاعد ما شاء الله يرمي الزيتون، يبغى يشطر عشان إذا جينا المرة الجاية نلاقيه جاهز نطبخ منه. شيء مرتب. أيوة شيء مرتب. هذا المعرض، معرض الطيران، زرناهم، وهذه من الفعاليات اللي هم يتفقون فيها الناس الجايين حصل أبطال. نفل رائع جدا من داخل المعرض. هذه بعض الشركات العارضة اللي حاب يجرب شيء من منتجاتهم، في شيء معروض اندور وفي شيء خارج المعرض ممكن تستخدمها. هذه الفرقة اللي جاية من الفضاء. طبعا كيف مقال هذا يقام بالسنة 48 على التوالي. هنا سيموليتر، السيموليتر هذا انك تعيش تجربة الطيران وانت قاعد مكانك. جانب اخر من المنتجات المعروضة، هذا الركن الخاص بشركة دوديك. هنا
هنا أحد أنواع الكراسي الخفيفة اللي يمكن ما يتجاوز 300 جرام، تقدر تشيله معاك ويكون في جيبك. هذا كروس كانتري اللي يطيرون مسافات طويلة يبغى يريح يدفع، يأخذون النوعية هذه مريحة جدا. اليوم الثاني، الفيو الرائع مع إفطارا شهيا، شوية بيض على جبن، 5 أنواع أجبان. طريق إلى منطقة المعرض، كان غابة ما شاء الله تبارك الله، شوفت عينك طول الطريق. طبعا جاء شوية أمطار. طبعا عجبني صاحب الكرفان هذا، ناخذ له كرفان ودراجتين ودبابين، جاء يعني انبغى ذي وانبغى ذي، كلها رياضة ومشورة وكرفان بيت، خلاص صراحة مرة good idea. استوقفنا الحقيقة الكافي الجميل هذا، من أجمل الكافيات على الطريق. طبعا عندنا يشم الأكل من بعد كيلو، هذا دائما يجوع. هذا الطرزان بينط من جبل شجرة. هذا محل البرق لايت، أحد أشهر المواقع المرتبة في فرنسا. الحين بيطيرون تاندم 2. طبعا طرنا من هنا كثير، سواء لوحدنا ولا معانا ناس ناخذهم في رحلاتنا اللي نطلع لهناك. الحين الثاني حيطلع، هوبا، بعدين يجي دوري انا. يا سلام، تنظيم اليوم الجميل هذا اللي بيتحبنا فيه، طيران بآسفة جميلة. لا تعليق. طبعا ثيرمال، هذا عمود من الهواء اللي يرفعنا. تد تد تد، هذا المنبه اللي يعطيك إشارة انه احنا قاعدين نرتفع، انه المكان هذا تحاول تقعد تدور فيه عشان ترتفع أقصى شيء ممكن، عشان تصير مدة الرحلة طويلة وتقطع مسافات. الطيارين كان العدد كبير، لكن في قواعد في السير كل الطيارين يتبعوها عشان ما يصير تصادم. هذه زيارة ل أحد أندية الطيران. يتم سحب الطيارة من الهانجر زي ما كانت واقفة داخل، حنطلعها هنا في الرام هنا عشان نجرب الطيران النوع هذا، استثناء 172 تدري تعتبر من طائرات الطيران العام الجنرال افييشن، 4 مقاعد. وطرنا طبعا، تطلع مع المدرب الساعة في حدود 190 يورو لمدة ساعة. إذا صار عندك رخصة وكذا تقدر انت تطير بنفسك. وهذه مسألة وقت أن يعادل رخصة السعودية والأمريكية إلى رخصة أوروبية. إن شاء الله يصير نأجر طيارة وتطير بمفردك، تأخذ معك من تحب، يعني ما يحتاج تأخذ معك مدرب بعد كذا. ما شاء الله، يعني طائرة السيسنا من أنجح الطائرات. يوم ثاني رحنا أخذنا جايرو كابتر. ايه يقول بطلعها في الظل، ناخذها في جوله فوق انسي. ماي اي كاميرا فرونت سي. نو نو.
يقول لازم يطلعون تصريح مسبق علشان اروح فرونت سيت. طبعا مو هو صادق، لكن انه يبغى يسوي بعض المهارات اللي ما يقدر ممكن يعملها وهو في المقعد الخلفي. لكن صراحة سواء رحلة ولا الخيال، يعني يقترب من الجبل ويسوي مناورات تحبس الأنفاس. طبعا قد سوينا زي كذا مرة في أبها عام 2011، أنا والمدرب واحد اسمه تيم جاء من السويد. ما شاء الله، شوف كيف نقترب من الجبل تحس انك بتصدم، عشان يصطاد الهواء اللي طالع من يمين ويسار الجبل يساعده، كأنه بيطير جلايدر، يخفف من الضغط على الماكينة، يستفيد من الهواء الصاعد اللي في سفوح الجبال. الحين رقينا فوق القمة، مشهد مهيب. يا سلام. بعدين يقوم يعمل لوب كذا سريع، شيء بتشوفون الحين التصوير. يا لو انه في فرونت كام على الوجه كان تشوف كيف تقلب عيونك. شوف يا ساتر يا ساتر يا ساتر. وبعدين يجي دايف، هوبا، روعة والله العظيم. يا ليت انه كان في كاميرا على وجهك كان تشوفون التقاسيم. طبعا في الجبال هذه فيه حيوانات، شوف كيف يعمل دايف مرة ثانية هنا، هوبا. صراحة انها مغامرة جميلة. طبعا كانت تكلفتها برضو حدود 200 يورو. هنا بيعمل كمان لوب على اليمين او ستيب تيل، لفة حادة، يطلع يسار ويعمل له واحدة ثانية. يا سلام، كان تفحيط في الجو، يعطيك يطلع الادرينالين غصب. شوف كيف يجي، واو 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 واو, واو. والله العظيم انه يطلع من عيونك. يا سلام. الان 360 يدور، عملها مرتين، هذه المرة الاولى قاعدين ندور في نفس المكان سبايرل. بعدين مشينا واحدة ثانية، قلت له لا اعد وراح قدام شوي على البحيرة، عملنا لفتين، يعطيك صورة بانورامية. طبعا كان في الجو باراجلايد وطيارة ثانية، لكن صراحة فيه تنسيق وتناغم رائع بينهم. تقريبا خلصنا رحلة الجايرو، الحين وبعدين نتجه للمطار. هذه اللحظات الأخيرة في طريق نايس يس. ايه راجعين الآن اليوم اللي بعده وتجهيز الطائرة للانطلاق من آنسي إلى شامبري. تبعد حوالي نصف ساعة طيران أو أقل. طائرة دي لايت سبورت على تكنم 2008. مرة رهيب المدرب هذا، عمل لي لكتشر درس نظري، لأن أنا قررت أبدأ التدريب. فنص ساعة في الكلاس وبعدين انطلقنا، كان الكوميونيكيشن معايا بالتصحيح منه كذا شوي لين تفهم كيف الناس بتطير هناك. في نقطة دخول للمكان وفي نقطة خروج، نقاط وهمية في الجو. هذا لحظات الهبوط في مطار شامبري، مرة رائع كذا الرنوي. نهاية يصير ايش، بحيرة، كان جميل. عملنا فول ستوب وبعدين اقلعنا مرة ثانية، بس هنا وقفت التصوير ما عاد كملت بعد اقتراب النهاية هذا، لانه لازم اركز على الحين. اقلعنا مرة ثانية بعد ما نزلنا على طول، مرة ثانية تسوي اعدادات الاقلاع وتنطلق، ثم العودة الى مطار عنس. الحين الرجعة الى البيت. وكذا نكون اعطيناكم مختصرات من رحلتنا الى الريف الاوروبي. اتمنى ان كنا قدمنا مادة شيقة جميلة، اكيد انه فيها
مشاهد مثيرة رائعة كثيرة اللي تسجلت واللي ما انشافت، لكن مرات قادمة.